يتابع ويواكب كما هو الحال لعديد من الجماهير. كرة أمامية، فرصة جول. الدقيقة 23، طريقة جميلة، تمريرة ممتازة والأروع من محسن متولي. شوف التمرير في غياب التسلل، هنا الإنزال، هنا الإنزال بمدينة أو بالدوري الوطني المغربي بعد أدخل في تعادلان واحد أمام الرجاء. تبعد الكرة، فرصة أمامية، هذه مقوسة صوب المرمى. ماذا يحدث للدفاع؟ تصويب، جول للرجاء وهو منتشي بهذا الهدف. محسن متولي في التمرير، هنا الإبعاد، هنا الإبعاد، وهنا تحدث عن الدفاع الراقي. هيا تصويبه بالمقص وهدف، أكيد أنه مهم، أكيد أنه قوي. لاعبين براحة، هنا محاولة ممتازة، فيفيان مابيدي، كرة داخل منطقة العمليات، فيفيان مابيدي، تصويبة، هدف ياسين الصالحي، ثلاثية. حسن متولي في التمرير، فيفيان مابيدي في الاستلام، ثم هو الآخر في التمرير في المكان المناسب. تأتي التصويبة بهذه الطريقة، ياسين الصالحي، كرة تقريبا جوج دقائق تقريبا على نهاية الجولة الأولى. الجولة الثانية، محسن متولي يعني كيتمكن من تسجيل هدف، هدف عن طريق ضربة جزاء، طبعا الهدف رقم 4، وبعد ذلك يختم مشوار وسلسلة أهداف اليوم ياسين الصالحي بهذه الرأسية والهدف، الهدف الخامس. مشاهدينا، هذا محمد العدلي يحييكم، شكر موصول زميلي سعيد أحفور في إخراج هذه المباراة.